بزاف مبتدئين عندهم مشكل في اختيار الكاميرا المناسبة، خصوصا مع كثرة الماركات وكل واحدة والمميزات تاعها. السلام عليكم، معكم حمزة، واليوم راح نديرو ريفيو الكاميرا لوميكس G7. في هذا الفيديو راح نحكي على واش عجبني في هذه الكاميرا واش ما عجبنيش، خصوصا بعد ما جربتها لمدة عامين، وهل تستحق انك تشريها في 2021. قبل ان نبداو الفيديو، اذا حبيت تشوف الجودة تاع الكاميرا راني خدمت فيديو كامل تاع غردايه، تقدر تشوفه هنايا ولا هنايا، كامل بكاميرا لوميكس G7. اولا نبداو بالصوالح الايجابيين اللي عجبوني في هذه الكاميرا. الحاجه الايجابيه الاولى وهي السعر، حيث انها من ارخص الكاميرات، ستدير في الجزائر من 6 ملايين الى 7 ملايين سنتيم، بحيث بهذا السعر تعطيك فيديو سينمائي اللي ما تقدرش ديرها بكاميرات بنفس السعر تاعها في ماركات اخرى. الحاجه المهمه الثانيه اللي تعجبني في هذه الكاميرا وهي انها تصور 4K 100 ميجا بت بير سكند، كذلك تصور فول اتش دي 60 اف بي اس اذا كنت تحب تعمل سلو موشن في الفيديوهات تاعك. الحاجه الثالثه اللي عجبتني في هذه الكاميرا واللي هي فليب اب ال سي دي سكرين، التي اعتبرها حاجه مهمه في اي كاميرا، خصوصا للناس اللي تدير فلوج ولا اللي تحب تصور نفسها تشوف واش راه يصور. والمميز في هذا السكرين انه يعمل بالنمسه، تقدر تبدل الاعدادات في المنيو بكل سهوله ودير به فوكس. وكذلك الميزه اللي عجبتني في انه ساطع في الشمس، يعني تقدر تشوف واش راك تصور حتى لو كانت الشمس ضاربه فيه. الحاجه الرابعه واللي هي التايم لابس، هذه الكاميرا يوجد فيها خاصيه التايم لابس بيلت ان، يعني اعدادات الكاميرا تلقى التايم لابس، وهي خاصيه قليله في الكاميرات بالسعر تاعها. ما لازمش انك تشري حاجه واحده اخرى ولا اكسسوار واحد اخر، كل ما عليك انك تريقل التوقيت تاعك، راح تعطيك الفيديو النهائي للتايم لابس تاعك، وكذلك تعطيك الصور اذا بغيت تعدل عليها لاحقا. الحاجه الخامسه مهمه جدا واللي نستعملها واللي راني نستعمل فيها الان، وهي التطبيق تاعها اللي نقدر تطبيق نقدر نشوف روحي ونعدل في الفوكس والاكسبوجر بلا ما نتوشي الكاميرا. حاجه اخرى عجبتني فيها وهي ان الكاميرا صغيره بزاف، تقدر ديرها في الجيب تاعك، وكذلك ما راحش تغمنك كيف ديرها فوق ستابيليزاتور. حاجه ايجابيه اخرى وهي انك تقدر تدير فيها مايكروفون جاك، يعني تقدر تزيد فيها مايكروفون خارجي باش تكون جوده الصوت تاعك افضل. كذلك تعجبني فيها القبضه تاعها وكذلك القفلات، يعني كل شيء عندك، تقدر عندك اختصارات بزاف في الكاميرا، تقدر كل شيء ديره عند الاصبع تاعك. والمنيو تاعها ايضا سهل بزاف، وتخلي التجربه تاعك الكاميرا سهله جدا، يعني اي حاجه راح تسحقها تلقاها قدامك. الان نروحوا للاشياء اللي ما عجبتنيش في هذه الكاميرا. الحاجه الاولى ومعروفه بها كامل الكاميرات اللوميكس الصغيره والمايكرو فور ثيرد هي الاوتو فوكس. الاوتو فوكس فيها سيء، ما تقدرش تعتمد عليه في الخدمه تاعك، بحيث انه يولي دائما يدير لك هانتينغ، دائما يقيل بزاف باش يعرف الوجوه والاشياء اللي تتحرك خصوصا في الفيديو. الحاجه الثانيه ايضا واللي معروفه، بما ان الكاميرا السنسر تاعها صغير بزاف، الاضاءه القليله راح تعطيك جوده سيئه جدا، حيث لازم لك اضاءه وكذلك عدسات بفتحات كبيره. كاينه حاجه اللي ايضا ما عجبتنيش واللي هي ان الكاميرا ما فيهاش ايبس، يعني ما فيهاش ان بادي ايمج ستابيليزيشن، كان فيها راح تكون بيرفكت كاميرا للمبتدئين، تقدر تدير بها كل شيء. في الاخير نعطي الراي تاعي الصالح لهذه الكاميرا. هذه الكاميرا هي اول كاميرا بديت بها انايا، ونعتبرها كاميرا مليحه بزاف، خصوصا لواحد مبتدئ يتعلم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو. تقدر تدير بها بزاف امور، يعني تصور بها الفيديو تعطيك جوده رائعه خصوصا مع ال 4K. اذا كنت تملك مبلغ من 6 ملايين حتى 7 ملايين نصحك بها. خصائص اللي فيها، يعني فيها الايجابيات اكثر من السلبيات، بسعر 6 ملايين ما راح تلقى هذه الخصائص في ماركه اخرى. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الريفيو، لانه اول فيديو تاعي في فيديو ريفيو للكاميرا ولاي برودكت. اذا عجبكم الفيديو قولوا لنا واش هما المعدات اللي ندير لهم ريفيو واللي نقدر انا نوفرهم باش ندير لهم ريفيو في هذه القناه. سلام.